أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس التزام الولايات المتحدة بإخراج إيران والميليشيات الموالية لها بشكل كامل من سوريا. من جانبه اتهم المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية نيثان تيك الحكومة الإيرانية باستخدام الطيران المدني لنقل المعدات العسكرية والمقاتلين من إيران إلى سوريا، مؤكدا أن وجود إيران في سوريا أطال أمد الحرب هناك. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أنه تم فرض عقوبات على شركات الطيران هذه، وهناك الكثير من الضغط الاقتصادي على النخبة الإيرانية وقادة الحرس الثوري لإضعاف قدرات الحكومة الإيرانية على بث الفساد والفوضى في سوريا. ورأى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الحرس الثوري الإيراني سوف تجفف مصادر تمويله في سوريا ودول أخرى، مشددا على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية في أقرب وقت من أجل تحقيق السلام.